مئات الصحفيين احتشدوا هنا ليستمعوا ويشاهدوا كيف سيحل مؤتمر جنيف 2 الأزمة السورية. جئنا لنحمل الحضارة والثقافة. لم يتوقع أحد أن تكون المحادثات سهلة أو سريعة، لكن ما بدا في الجلسة الأولى للمؤتمر الذي طال انتظاره هو أن الطرفين يسيران على خطين متوازيين، خطان ظهرا بوضوح في كلمة الوفد الحكومي السوري ووفد المعارضة. فبينما تحدث وليد المعلم عن مكافحة الإرهاب بوصفها هدفا للمؤتمر، حدد أحمد الجربة هذا الهدف في تشكيل هيئة انتقالية تتولى شؤون سوريا لا يشارك فيها الأسد. أعتقد أنه كان أمرا صادما أثناء متابعة الجلسة الصباحية أن نبصر قدر الخلاف بين الأمريكيين والروس على المستوى الدولي، وكذا بين الطرفين السوريين المعارضة والحكومة. وكان واضحا أيضا أنه من الصعب جدا رأب الهوة الكامنة بين المجتمع الدولي ووجهة النظر السورية الحكومية. الخلاف الذي ظهر حتى بين الصحفيين أنفسهم يوسع الهوة ويزيد صعوبة المحادثات، وإن كان هناك من يرى فرصة في التوصل لاتفاق رغم كل شيء. الضغوط الدولية، الضغوط من جانب الولايات المتحدة أو من روسيا الراعيتان لهذا المؤتمر، هما التي يمكن أن تؤدي إلى حل إذا كان هناك يمكن أن يكون حل. وطريق التنازلات لا مفر منه إذا أردنا أن يعود الهدوء وتعود السلام، ويعود السلام خاصة للشعب السوري. وبينما يستمر السجال حول هدف المؤتمر، كانت المنظمات الإنسانية مثل أوكسفام توجه نداء للمجتمعين بضرورة جعل حل الأزمة الإنسانية هدفا رئيسيا للمؤتمر قبل أي هدف آخر. كل طرف إذن له هدف مختلف من مؤتمر جنيف 2 الذي استضافه هذا الفندق في مونترو، ما يلقي بظلال كثيفة من التشاؤم حيال المنتظر من محادثات الحكومة والمعارضة في جنيف، حتى أنه لم يعرف بعد ما إذا كانت هذه المحادثات ستكون مباشرة أم غير مباشرة. وتبقى حقيقة أن جمع الطرفين في جنيف ومونترو كان خطوة أولى واجهتها عقبات كثيرة، لكن العقبات التي ستظهر خلال المحادثات ربما تكون أكثر صعوبة وأكبر حجما. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، مونترو، سويسرا.